شارع سوق شبيه مغلق. كيفما تتابعون في اليوم الأول من رمضان شارع السوق في مدينة أم الفحم. بترجاكم إخواني أخواتي تعالوا نحافظ على صحتنا، نحافظ على صحة الناس اللي بنحبهم، تعالوا نعمل مشاريات بشكل حكيم. في عنا من 8 ل 6 مساء، ما نستناش ما ننتظرش للدقيقة 90، لازم الجديد في انتظار الدقيقة 90، وهذا من شأنه يسبب لكثير انتشار للمرض. إشي غريب، إشي لا يستهان به، الناس مستهترين، الناس مش عارفة شو الوضع. طلع أنا فت على محل خضرة هون مليان، فت على السوبر ماركت برضو مليان ولا واحد، وبترجوا بيهم ساحبين المحلات. يا عمي مشان الله البسوا كمامات، يا عمي حتى اللي بدي يجي يشتري، بدي يشتري لحمة أو بدي يجي يشتري حلو، مش يجوا مرته يجوا عيلته يجوا العالم كلياته. يعني أول يوم شوي سائل ممكن نبتش يخف أو بعده يخف أتكر، أما أنا بوجه نداء لهم كديش أكل، كديش أكل اللي تشوف فيه ازدحام، لأنه وباء بالنسبة لنا هذا وباء، والحظر واجب.